الخبر الاول يعدنا عن احمد حسن وزينب، واخيرا رجوعهم البعض. فما يعرف يا حبايب انه قبل فتره احمد حسن وزينب صارت مشكله بيناتهم وشالوا الفون على بعض وحذفوا كل الصور اللي بيناتهم مشتركه. المتابعين صاروا يتوقعون يمكن هم انفصلوا عن بعض، ولكن يا حبايب هم اليوم رجعوا الفولو لبعض وبنفس الوقت رجعوا كل الصور المشتركه اللي بيناتهم ونزلوا شويه ستوريات ويا بعض، ولكن انه صاير شيء. المهم الحمد لله انهم رجعوا لبعض وما يهم شنو كان سبب الخلاف، راح احطكم الستوريات تشوفوها. هاي ايلي، هاي، صباح الخير. هاي 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 زينب، ولا هاي وين كذا الحمد؟ يا خرابي الموضوع يا جماعه اشتد عليها قوي، وقريبا بقى يعني قريبا كده يبقى. طب عندك اخ ولا اخت؟ ها عندك اخ ولا اخت؟ استنيني امبارح هنا في مصر. بص اللي انت عملته يا اسطى، وصلته من هنا وجبته هنا. بص عارف نمره هو اللي قالها، فاكر بتاع احمد زكي؟ أيوة. ايوه يا دنيا يا بنت الايه، احمد زكي طلع عامل كابوريا. انا عامل زي رجعت الاصلي زي بتاع زمان. ليه ما انت مش عندنا احلى؟ انت روحت فين؟ هاي زينب، انا مش عارفه انت كنت زينب، انت هتولدي امتى؟ انا هولد امتى؟ لا يعني عشان في ناس كتير بتسال زينب هتولد امتى؟ يعني على شهر 12 او 1 باذن الله، اخر 12. ننتقل حاليا للقمر مارو سامر جيرماني، واعلنهم عن تنزيل حلقه كلش خرافيه راح تنزل لنا قريبا. فنزلوا شويه ستوريات ويا بعض يحمسونا احنا نزلوا حلقه كلش ناريه، حلقه خرافيه حتكون، اتوقع انها حتكون مقابله، وقلنا اكو شيء صار بها كلش صادم. وبهذه المقابله يمكن هي كشفت هوايه حقائق عن خروج بها من الفريق او اشياء كلش مهمه. يا حبايب ما ادري صراحه، كنا احطكم الستوريات شوفوها وفهموا انتم، فسروا من عندكم. يا شباب خلصنا تصوير الحلقة، بس هالمرة شيء مختلف. قمر ايش سوينا قمر؟ لا تقول خلاص، هي مفاجأة. سوينا شيء كلش 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 حلو، يعني اكيد الان تبي حلو. ما عجبك فانتظروا يعني شيء يجنن حرفيا. ايه شباب ما تقبل قمر هسه نقول، والى افضل ما نقول راح نخليها خليكم على قولتهم شنو؟ متخمسين، خليكم جاهزين وتحمسوا للحلقة. متخمسين؟ والله فشي مختلف، اول مرة تشوفون لابس ابيض وراح تعرفون بيوم الحلقة. خليكم جاهزين. حبايبي طبعا حاليا اني ومن وياي سامر. خلصنا شيء سوينا، يعني انطيهم تلميح. شباب صار فشي مختلف بالبرنامج وبنفس الوقت هي ختامية البرنامج، بس بشيء غريب جدا. شيء كان كلش حلو، فخليكم جاهزين. صراحة كلش استمتعت بهذا الشيء. انت استمتعت يعني؟ لا هو ما استمتع، فخليكم جاهزين، كلش كلش حلو. فكتنا احباب بالكومنتات شنو توقعون هم قاعدين مجهزين لنا وش قد انتم متحمسين له. وننتقل حاليا لمحمد كريم، وصل حسابه بالانستغرام ل 600,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك، اخبال 20 مليون اب واكثر. فلتسون يا حبايبي نتباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. وننتقل حاليا لاحمد ابو الرب ورده على الفضيحه اللي انتشرت عليه، واللي هو هذا الفيديو اللي كان يقول الصبا بيها بحبك، هي كان تقول حعيط وانا اقولها بحبك. في اليوم نزل شويه ستوريات ويا اصدقاء يتناقشون اذا هو قال الصبا بحبك ولا قالها اهدي. احمد ابو الرب يقول انه هو قالها اهدي، واصدقاء يقولوا لها انه هو قالها بحبك. اهدي والله ما بعرف، والله ما شك. فما ادري ايش رايك في الاحباب بالكومنتات، تتوقعون هو قالها بحبك ولا قالها هدي او هدي. وبصوا الحبايب قبل ما نختم المقطع يا حبايب، بالمقطع السابق كانوا يقولون انه يمكن المقطع اللي حطيته بالنهايه ما كان لوليد. صراحه ما ادري عن هويدا الزوليه قال انه هو وليد، ولكن من الواضح انه هو مو وليد، فاعتذر عن هذا الشيء. وبس والله احباب نوصل المقطع من المقطع، اجيكم في جرد المقطع بلايكات وبس، احبكم.